معانا على التليفون الفنانة الكبيرة عفاف شعيب. مساء الفل. اهلا يا حبيبتي، مساء الخير، اهلا بيكي. لسه كنا بنجيب في سيرتك دلوقتي. مع مين الراجل الجميل المحترم اللي حبيب القلب والجماهير والشعب العربي كله؟ انا بقول لهم ان عفاف سأل الكلام امبارح، ربنا يديله الصحة والعافية يا لسه رب. كان بيحكي لنا انك كنت بتكلميه بتسألي عليه امبارح. طبعا طبعا لازم اسال عليه طبعا حبيبتي، طبعا ربنا ربنا يديله الصحه والعافيه ويخليه لينا يا رب. تقول لها ده ايه يعني حبيبتي؟ تقول لها ايه النهارده؟ تقول لعفاف شعيب ايه دلوقتي؟ جميله، ربنا يحفظها، وبقول ربنا لها دايما يخليك يا رب. في دعواتي ربنا ما يحكيش لحد ابدا. وبرضه مش عايز انسى كمان اقول ان الدكتوره سميره محسن دايما بتسال عني، يعني وكلت معاها التمثيل يعني. انما عفاف دي بنتي برضه، يعني غلاوتها عندي من غلاوه ولادي. هي كمان غاليه علينا جدا، بس زعلنا امبارح كانت الاشاعات اللي على الفيسبوك زعلتنا شويه. والله دمهم تقيل بصراحه، جدا دمهم يلطش بصراحه. يعني هو ناس عايزه تعمل ترند على قفانا، طلعوا عليها اشاعه انها ماتت امبارح، بعد الشر عليها. بيقولوا علينا بقى انها من خمس سنين متنا. بعد على الشر. على فكره مره رجاء الجداوي رحمه الله عليها كلمتني تاني وكاتبين عليها كده برضه، يا رسول في ايه؟ بتبقى اشاعات سخيفه جدا ويعني مزعجه جدا، ويعني حتى ما بيخافوش على اهالي الناس يعني. لا هم، لا انا مش فاهم، مع ان فنانات فضليات. كان يوم متعب ليكي امبارح؟ طبعا الناس كانت متضايقه جدا وبيكلموني من انحاء الوطن العربي يعني. كان كلهم متضايقين جدا، اول ما بيسمعوا صوتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا جماعه مش لسه عرفت الخبر يعني، غير لما اولاد اخويا جم قالوا لي مكتوب كذا كذا كذا. فطبعا بيني وبينك حاجه سخيفه يعني، ما كلنا هنموت، وفي حد هيعيش؟ ما هو اللي كاتب الخبر ده هيموت يعني. هو ازاي يعني يكتب خبر من غير ما يتاكد منه؟ وعايز يموت الناس ليه؟ برضه من ثلاث ايام ميرفت امين ربنا يديها الصحه والعافيه، وقبل كده خالد زكي، يعني ايه قله الادب دي؟ هتستفيدوا ايه يعني اما تموتوا كل الفنانين كده؟ ليه كده؟ وعادل امام واحمد بدير، يعني ربنا يديهم الصحه والعافيه يا رب يا رب. طب تحبي تقولي ايه النهارده لرشوان توفيق هذا الفنان الجميل القدير؟ اقول له ربنا يديك الصحه والعافيه، ويبارك في عمرك، ويخليك لينا، ويخليك لمصر، ويخليك لكل حبايبك. انسانه جميله، بينا اعوام واعوام 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 طويله ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك انسانه جميله، يديك الصحه والعافيه اهم حاجه، وطاهرة النفس. طب انا اقول لك حاجة، انا ما بفهمش في الموبايلات خالص، عقلية متوقفة، بدوس على الاخضر والاحمر وبس، اشغل واقفل. انما لا عندي فيسبوك ولا عندي حاجات ولا شطايم ولا حاجات من دي. فعفاف غالية عليا قوي. شوفي بقى اما عفاف شعيب تكلمني تقول لي انا اخويا كان انتقل من شهرين ما كلمتنيش، المفروض كان تزعل ان انا ما كلمتهاش. شوفي حكمتها بقى، ان هي كلمة قلت لها والله يا عفاف ما فتحت الرسائل، قطع النقابه اوقات تقف، كان في مشاكل ما بتقف فما شفتهاش. فهي اللي بتقول لي يا حبيبتي يعني من عشمها شوفي فيك، جمال اخلاقها من عشم. يعني مش قطعتني وازاي انا ما اتصلتش بيها، لا بتقول لي حصل من شهرين كذا كذا. فقلت لها والله يا عفاف ما اعرفش، وانا بقى تشوفي قلت لي الخبر دلوقتي انا ما عنديش فكره. انما هي بتسال عني لوحديها عشان هي جميله وروحها جميله. هي جميله وانسانه، يا رب يسعدها يا رب، وما يحوجهاش لمخلوق ولا يحوجنا لمخلوق يا رب. ربنا يديك الصحه والعافيه وما يحرمناش منك ابدا. ربنا يخليك يا رب، ومن صوتك الجميل ودايما منور الدنيا ومنور الشاشات العربيه كلها ان شاء الله. جميله وممثله جميله. طبعا طبعا الفنانه القديره الجميله عفاف شعيب، اشكرك شكرا جزيلا.